والآن إلى آخر أخبار الطقس. ومرة أخرى مصطفى ميساك. شكرا سحر، شكرا يوسف. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في محطتنا الثالثة والأخيرة في هذه النشرة، نستعرض فيها مع حضراتكم أحوال الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر ومعتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد. حار جنوب سيناء وجنوب الصعيد مائل للبرودة في أول الليل وبارد في آخره على أغلب الأنحاء. وفيما يلي مشاهدينا الكرام بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله على محافظات ومدن الجمهورية. نبدأها من محافظة القاهرة وفيها درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 15، يكون الجو فيها معتدل. في الأسكندرية 23-15، أيضا الجو فيها معتدل. في مطروح 24-14 الجو فيها معتدل. في بورسعيد 23-14 معتدل. وفي الإسماعيلية 24-10 يكون الجو فيها معتدل. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى هناك 23 درجة مئوية والصغرى 14 درجة، يكون الجو فيها معتدل. في العريش 23-14 معتدل. في طابة 23-14 يكون الجو فيها معتدل. في شرم الشيخ 26-18 يكون الجو فيها معتدل. في الغردقة 26-17 الجو فيها يكون معتدل. في محافظة الأقصر درجة الحرارة العظمى هناك تشير إلى أنها 27 درجة والصغرى 13 درجة، يكون الجو فيها معتدل. في أسوان 28-14 مائل للحرارة. في الوادي الجديد 26-8 معتدل. في شلاتين 29-19 مائل للحرارة. وأخيرا في حلايب 24-19 يكون الجو معتدل، وعلى أغلب الأنحاء يكون الجو أيضا معتدل. الآن مشاهدينا الكرام نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.